سؤال: ما هو نوع اتحاد المؤمنين بالرب بعد التناول؟ ليس اتحادا اخنوميا، لان لو كان اتحاد اخنومي يبقوا لا يخطئون. ولو كانت الكنيسة تتحد بالمسيح اتحادا اخنوميا كانت لا تخطئ ابدا، يعني جماعة المؤمنين لا يخطئون. بينما في كتاب الكنيسة والدولة بيقول كم مرة ضلت الكنيسة الطريق وخاب رجاء المسيح فيها، كم مرة تركته كملك وطلبت معونة الملوك بذلة العبيد. ده كلام اتقال على الكنيسة ده. كم مرة ضلت الكنيسة الطريق وخاب رجاء المسيح فيه. يبقى ما بقتش منزهة الخطأ، بتخطئ إلى آخر. وفي كثير من الأحيان نقول إن الكنيسة بدأت أو ولدت يوم 50 ولم تكتمل بعد، وستكتمل باكتمال أعضائها حتى المجيء الثاني. فهل هناك خطأ في ذلك؟ أنا عندي ملاحظة بسيطة يعني أحب أقولها. صحيح الكنيسة ولدت في يوم 50 زي ما الناس كلهم بيقولوا، بس أنا عندي ملاحظة بسيطة. إيه الملاحظة البسيطة؟ الكنيسة كجمهور ولدت في يوم 50، لكن قبل كده في بعض أفراد كانوا يكونون الكنيسة بنسبة معينة. يعني ايه مثلا؟ يعني العذراء امنت بالمسيح قبل ان يوجد مؤمنون، ولذلك قالت لها اليصابات طوبى للتي امنت بما قيل لها من قبل الرب. واليصابات امنت، قالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. وطبعا يوسف النجار امن لان الملك قال له الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وقال له ايضا يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، وهو امن بالكلام. كان في مجموعه يعني، وفي مجموعه صغيره من المؤمنين، لكن كانت لا تمثل شعبا مؤمنا. ما ننساش ان التلاميذ قالوا له انت هو المسيح ابن الله، وبرضو اللي سجدوا له في السفينة قالوا له أنت المسيح ابن الله، ونثانئيل قال له أنت ابن الله. فيعني مجموعات صغيرة كده، لكن الكنيسة بصفة عامة كشعب مؤمن بدأت يوم 50، لكن قبل كده كان في أفراد مؤمنين وليس شعب.